احسن مباراه ماتش بيراميدز والاتحاد. احسن مباراه انا شفت الهايلايتس حلوه طبعا. ماتش اللي رايح أوي. جاي الماتش رايح جاي. ماتش كان 1-0 كان ممكن يروح ل 2-0 وبعدين اتصد صبحي صد بينالتي وبعدين 1-1 وبعدين 2-1 وبعدين طرد في اخر. يعني في احداث كتير ودايما ماتشات بيراميدز من السنه اللي فاتت معظمها هتلاقي دايما فيها ماتش ومن اول سنه حتى يبقى كسب جيبوا جون اخر دقيقه يبقى كسب 3-0 يتعادل 3-3 يبقى كسب 2-0 يتعادل 2-2 يبقى هو خسران 2-0. ماتشاته دايما فيها احداث يعني ولعبته كتيره كويسين دلوقتي وكمان مع رمضان لما جه وشريف وفتحي لما هيلعب لا يعني لازم تتفرج عليهم فرقه كويسه جدا. ماتش يعني يمكن ده هو اكتر ماتش كان فيه اثاره. يمكن ماتشات اللي كانت حلوه كمان يمكن سيراميكا والانتاج ان سيراميكا فوزه كان حلو ومستحق على رغم سيراميكا ممكن يحقق مركز في الدوري. انا شايف بص هو طبعا لسه بدري بس يعني متهيألي هيبقى من السته الاولانيين لو